بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم مع مستر عادل يوسف من منصة الأسكولة التعليمية. إن شاء الله درسنا النهاردة هيكون عن الضمائر، أنواعها وإعرابها وكيفية الإجابة عليها كمان في سؤال الامتحان عن طريق الاختيار من متعدد. أولا، الضمائر دي لها ثلاث أنواع أساسية. عندنا ضمير في محل رفع، عندنا ضمير في محل نصب، عندنا ضمير في محل جر. دي الاعرابات الاساسيه للضمائر. بالاضافه كمان ان احنا عندنا انواع مختلفه لها، يعني مثلا في ضمير بارز منفصل زي نحن، في عندنا ضمير بارز متصل زي التاء في كلمه كتبته، في عندنا ضمير مستتر ليس له اي صوره لفظيه نهائي خالص زي كتب. كتب دي مثلا ليس لها اي صوره لفظيه، كتب. الطالب احيانا يلخبط، يقول على الضمير المستتر في كلمه كتب ضمير بارز، ويقول على الضمير المنفصل ضمير بارز متصل، وهكذا. عايز تفهم كل انواع الضمائر دي كويس جدا وتفهمها بوضوح وبسهوله ويسر، تابعونا على منصة الأسكولة التعليمية. ما تنساش اضغط لايك وشير وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بسرعة نتفرج على الضمائر ونحلها بسهولة ويسر. تعريف الضمير: الضمير هو اسم مبني يدل على المتكلم مثل أنا، أو المخاطب مثل أنت، أو الغائب مثل هو. بيدل على المتكلم زي أنا، أو المخاطب زي أنت، أو الغائب مثل هو. ده تعريف الضمير. طب الضمير ده بينقسم إلى قسمين أساسيين. إيه هما القسمين الأساسيين دول؟ القسم الأول ضمير بارز، والقسم الثاني ضمير مستتر. طب ايه هو الضمير البارز؟ الضمير البارز ده بيكون بارز في الكلمة، واضح في الكلمة، وهو نفسه كمان بينقسم الى قسمين، زي اللي هو الضمير البارز المنفصل وزي الضمير البارز المتصل. الضمير البارز المنفصل ده اسمه منفصل ليه بقى؟ لانه بيكون منفصل عن الكلمة. يعني مثلا انا لما اقول انا منفصل عن الكلام اهو، انت، هو، هم، اياك، اياهم، الضمير هنا منفصل نهائي عن الكلام. اعرابه ايه بقى الضمير المنفصل عن الكلام ده؟ ليه اعرابين. الاعراب الاول اما ضمير في محل رفع مبتدا اذا كان من اخوات انا، يعني انا قلت انا وانت وهو، انا سميتهم اخوات انا. ليه بقى؟ لأن الضمائر أنا وأنت وهو وهي دي دايما بتعرب في محل رفع مبتدأ. طيب مثال عليها، مثلا لو قلت أنت طالب مجتهد، أنت هنا تعرب ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. طب السؤال يجي لي زي في الامتحان بقى على النظام الجديد اللي موجود عندنا، يجيب لي أنت طالب مجتهد دي ويقول لي اعراب الضمير انت هنا، ويجيبها لي على هيئه اختيارات، يقول لي انت هنا دي، انت دي، ضمير منفصل في محل رفع مثلا، ولا او ضمير جر متصل، أو ضمير رفع أو ضمير رفع متصل، أو ضمير رفع متصل. هنا طبعا هنلاحظ إن أنت ديت من أخوات أنا، يبقى إذن هي ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. طالما أي ضمير من أنا أو أنت أو هو يبقى على طول ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدا، وده القسم الاول من اعراب الضمير المنفصل. طب نشوف بقى القسم الثاني.
القسم الثاني بيكون في محل نصب مفعول به. في محل نصب ايه؟ مفعول به. ده اذا كان ايه بقى؟ اذا كان من اخوات ايه، انا بسميها اخوات ايه، اللي هي ايه؟ اللي هي اياك، اياي، اياكم، ايانا، اياه، وهكذا. طيب لو خدنا مثال على كده، اياك نعبد، اعرب مثلا كلمة اياك، هتسأل نفسك سؤال مهم جدا، هل اياك دي من اخوات انا، يعني هل زي انا وانت وهم، ولا هي قسم مستقل اللي هي اياك واياهم؟ طبعا هنجد ان هي قسم مستقل، فتكون في محل نصب مفعول به. يعني مثلا لو قلت اياك نعبد، يبقى اياك ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. ويجيب لي برضو السؤال، يقول لي موقع الضمير اياك هنا في جملة اياك نعبد اللي هي فوق ديت، هيقول لي ده ضمير، مثلا اختار ضمير نصب منفصل، ولا مثلا ضمير رفع منفصل. طبعا دي باين اكيد طبعا ان هي ضمير نصب منفصل في محل نصب مفعول به. ثانيا الضمير البارز المتصل. الضمير البارز المتصل ده بيكون جزء في الكلمة، جزء لا يمكن فصله عن الكلمة، عشان كده اسمه ضمير متصل. كتبت، شوفوا معايا كده، كتبت، التاء هنا متصلة بالكلمة لا يمكن فصلها عن الكلمة. علموا زي ما احنا شايفين كده، الواو هي متصلة بالكلمة، هي ما اقدرش اقول وا وبعدين اقول علم. اعلمي، الياء هنا برضه متصلة بالكلمة، ما اقدرش اقول اعلم وبعدين اقول الياء. فهنجد هنا اسمه ضمير بارز متصل. ليه؟ لانه دايما بيكون متصل ولاصق بالكلمة لا يمكن فصله. هذا الضمير له ثلاث اعرابات، اما ان هو بيكون متصل بالاسم، في الحالة دي بيتعرب مضاف اليه، او متصل بالفعل بيتعرب مفعول به او فاعل، او متصل بالحرف وبيعرب ضمير مجرور. هنشوف هنا بقى كل حالة من دول. اولا الضمير البارز المتصل بالاسم، احنا عندنا قاعدة ثابتة عملناها، اي ضمير يتصل بالاسم على طول بيكون ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. يعني اقدر اقول ان اسم زائد ضمير على طول كده ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، ودي قاعدة ثابتة احفظها واوعى تنساها. طيب ناخد مثال على كده، كلمة اخلاقهم، انا شفت هنا اخلاقهم دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاسم اخلاق زائد الضمير هم، والقاعدة بتقول ايه فوق زي ما احنا شايفين؟ اي ضمير يتصل بالاسم يبقى مضاف اليه. عشان كده لازم تسأل نفسك سؤال، هو الضمير ده اتصل بايه؟ اتصل باسم، يبقى على طول ضمير في محل جر مضاف اليه. مثال تاني، مثلا يجي لي في الامتحان على هذا المثال، يروح قايل لي مثلا ايه؟ الضمير في اعمالهم، ده اختار ضمير جر متصل، اتنين ضمير رفع متصل، تلاتة ضمير نصب متصل، أربعة ضمير رفع منفصل. طبعا أنا هسأل نفسي سؤال، هو الضمير هم ده اتصل باسم ولا بفعل؟ طبعا هنا اتصل باسم أعمال، إذا هو ضمير جر متصل. ليه؟ لأنه اتصل بالاسم. مثال تاني، كتابنا، كتابنا هنا ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الضمير، الضمير اللي هو النا متصل بالاسم ايه؟ كتاب. طب يجيب لي برضو سؤال في الامتحان، يقول لي مثلا الضمير في كلمة
اخلاصنا. الضمير الندى هل هو اختار ويجيب لي اربع اختيارات، ضمير متصل جر، اتنين ضمير نصب متصل، تلاتة ضمير رفع متصل، أربعة ضمير نصب منفصل. طبعا زي ما احنا شايفين ده اتصل بالاسم، إذن هو على طول كده ضمير جر متصل أو ضمير متصل في محل جر. ملاحظة مهمة جدا، الهاء في كلمات زي كلمة منبه أو جنيه ليس الضمير في محل جر كما يتوهم كثير من الطلبة. ليه؟ لأن الهاء هنا أصلية في الكلمة ولا تعود على شخص، ما أقدرش أحذف الهاء من كلمة منبه وأقول منب، لا ما تنفعش، ولا أقدر أحذف الهاء من كلمة جنيه وأقول جنيه، مش هتدي معنى. لكن ممكن أحذف الهاء من كلمة كتابه، كتابه هنا الهاء دي ضمير 100%. ليه بقى الهاء هنا ضمير؟ لأن الهاء عايدة على شخص، كتابه ممكن يكون محمد أو غيره. ثانيا إن أنا ممكن أفصل الهاء عن كلمة كتاب، تبقى كلمة كتاب إدت معنى، فالهاء دي تعتبر زيادة في الكلمة، فالضمير الهاء لازم تكون زيادة في الكلمة. لكن لو هي حرف أصل في الكلمة زي كلمة منبه أو زي كلمة جنيه أو زي كلمة وجه لا تعتبر ضمير، بل هي حرف أصلي زيها زي الميم وزي النون وزي الباء أو زي الجيم أو زي النون. ثانيا الضمير البارز المتصل بالفعل، الضمير البارز المتصل بالفعل ليه إعرابين اتنين لا ثالث، إما ضمير في محل نصب أو ضمير في محل رفع. الضمائر المتصلة في محل نصب دي أربع ضمائر، هي نا المفعولين أو هاء الغائب أو ياء المتكلم أو كاف الإيه الخطاب. الأربع ضمائر دول لما يتصلوا بالفعل بيبقوا دايما ضمير في محل نصب مفعول به، ودول جمعناهم في كلمة اسمها ناهيك. ناهيك ديت عبارة عن نا المفعولين والهاء ديت اللي هي هاء الغائب دي، والياء ديت هي ياء المتكلم، والكاف ديت هي كاف الخطاب. فأي فعل زائد ضمير من ضمائر ناهيك ديت على طول بيدينا ضمير في محل نصب مفعول به. ناخد أمثلة ونشوف. أعزنا الله دي عبارة عن الفعل ايه؟ الفعل أعز زائد ناهي. طيب أعز زائد نا، هل النا ديت من ضمائر ناهيك؟ أيوة الياء هي من ضمائر ناهيك، أهي الناهي، شايفين؟ إذن هي ضمير في محل نصب. مثال كمان، شاهدهم دي عبارة عن شاهد زائد هم. طيب هنا هم ديت، نسأل نفسنا سؤال، هل هم ديت من ضمائر ناهيك؟ ايوه هم دي من ضمائر ناهيك، هي اذن هي ضمير في محل نصب. وهكذا اي فعل زائد ضمير من ضمائر ناهيك اللي هي النا المفعولين او هاء الغائب او ياء المتكلم او كاف الخطاب على طول كده وانت مغمض بتتعرب ضمير مبني في محل نصب. في برضه ملاحظه مهمه جدا، الياء في كلمه اعجبني، الياء في كلمة أعجبني هنا الياء بمعنى أنا، يعني نقول مثلا ساعدني أو أعجبني، أعجبني أنا، يصح تقدير كلمة أنا. عندما يصح تقدير كلمة أنا تكون الياء هنا في محل نصب مفعول به. أما الياء في كلمة أنظري أو تفهمي دي ياء المخاطبة بمعنى أنت، كأن أنا بكلم بنت قدامي، يعني بقول مثلا افهمي يا فاطمة انت تخلصين يا هند، هنا بكلم بنت قدامي، فتبقى الياء هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. يعني بقول هنا انظري، انظري
يا فاطمة، يا فاطمة. طبعا باين جدا ان انا بكلم بنت اسمها فاطمة، لان الياء ده عائد على فاطمة زي ما احنا شايفين اهو، يبقى الياء هنا ضمير في محل رفع فعل. لكن لما اقول ساعدني اخي، لا ده الياء هنا ده عائد عليا انا، انا، يبقى الياء هنا ضمير في محل نصب مفعول به. لو خدنا برضو مثال تاني مثلا يجيبها لي في الامتحان، مثلا لو قلت الضمير في انت تخلصين، طبعا الياء دي بقى هنا بكلم بنت اهو، انت تخلصين، ويقول لي اختار، ده ضمير نصب متصل او ضمير جر متصل او ضمير رفع متصل او ضمير رفع منفصل. طبعا انا شفت هنا كلمة تخلصين انت، يبقى اذا ده ضمير رفع متصل في محل رفع ايه؟ فاعل. ياء المخاطبة. ضمائر متصلة في محل رفع بتبقى بقى الضمائر غير ضمائر ناهيك، يعني مثلا ما اقول فعل زائد ضمير غير ضمائر ناهيك على طول ضمير في محل رفع. طب نشوف امثله مع بعض كده. علمت، علمت، التاء هنا متصله بفعل ولا باسم؟ طبعا السؤال الاساسي بتاعنا، لا التاء هنا اتصلت بفعل. طيب هل التاء ديت، تسال هنا بقى، هل التاء ديت من ضمائر ناهيك؟ هل التاء في كلمه علمت ديت من ضمائر ناهيك ديت؟ دي عباره عن ايه؟ عباره عن نا والهاء والياء والكاف. طبعا باين جدا زي الشمس ان التاء ديت مش من ضمائر ناهيك، اذا هنا التاء ضمير في محل رفع فعل. يذاكرون، شوف المثال ده معايا، ده عباره عن الفعل يذاكر زائد الواو. طيب الواو هنا متصله بالفعل، حاجه من اتنين زي ما قلنا قبل كده، لا اما تبقى مفعول به لو من ضمائر ناهيك، لا اما تبقى فاعل لو هي مش من ضمائر ناهيك. طب هل الواو هنا من ضمائر ناهيك؟ بص كده، ناهيك ناهيك، مفيش فيهم واو خالص، تبقى دي ضمير في محل رفع فاعل. انتبه جيدا، نا من خلال الحلقه ديت لقينا لها ثلاث انواع، ركز جدا في الثلاث انواع دول. نا زائد اسم، طبعا قاعدة ثابتة خدناها في الأول خالص، عبارة عن مضاف إليه، زي إيه؟ زي مدرستنا. النادية متصلة بإيه؟ متصلة بالاسم، إذا هي في محل جر مضاف إليه. طيب نا زائد فعل، ضمير في محل رفع فعل، زي صمنا رمضان، من اللي صام؟ إحنا، بمعنى نحن. وركز معايا، نا الدالة على الفاعلين بتكون بمعنى نحن، صمنا رمضان، احنا اللي صمنا رمضان. النوع الثالث بقى من نا، نا زائد فعل بيديلك ضمير في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. امتى بقى؟ لو دلت على المفعولين، تسبقنا الامم، من اللي هتسبقنا هنا؟ الامم، مش احنا هنسبق الامم، لا ده الامم اللي هتسبقنا، يبقى هنا هو في محل نصب مفعول به. زي مثلا ما اقول اعزنا الله، من اللي اعزنا؟ احنا ولا الله؟ طبعا الله، تبقى هنا مفعول به. فالنا لو دلت على اللي بعدها يعني بتكون في محل نصب مفعول به. وهنجيب مثال من الامتحانات، مثلا كلمه الله اكرمنا، الله أكرمنا. موقع الضمير ده اعرابه، اختار، هل ده ضمير متصل في محل جر ولا
ضمير متصل في محل نصب. أو اختار برضو ضمير متصل في محل رفع. طب شوف نفسك كده بقى، الله أكرمنا، هل النادي متصل بالاسم؟ لا طبعا، يبقى مهاش مضاف إليه، يبقى احنا طبعا هنشيل الاختيار الأولاني إنها في محل جر، يبقى ده هيتشال. طب هنا إنها متصلة بالإيه؟ متصلة بالفعل. طب اتصلت بالفعل هنا، لا هو حاجة من اتنين، لا إما هتكون في ضمير متصل في محل نصب أو ضمير متصل في محل رفع. طب هعرفها إزاي؟ لو قلت الله أكرمنا، من اللي أكرمنا؟ الله، مش إحنا اللي أكرمناه، يبقى الله هو اللي أكرمنا، عايدة على الله، تبقى هنا ضمير متصل في محل نصب. لكن لو عايد عليا أنا تبقى ضمير متصل في محل رفع، زي شرحنا، فهمنا، أكلنا. واضحة قدامك اهيت؟ للتفرقة بينهما هتسأل نفسك بمن؟ لو الإجابة نحن هتكون دل على الفاعلين. شوف كده، شرحنا الدرس، من اللي شرح؟ إحنا، يبقى النادي عايد علينا إحنا، إحنا اللي شرحنا أهو، يبقى هنا هنا إيه؟ إن هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل. أما لو كانت الإجابة ليست نحن تكون دل على المفعول، زي إيه؟ أعزنا الله، من اللي أعزنا؟ الله، يبقى هنا الله هو الفاعل وإن هنا الإيه؟ المفعول بقى. ملاحظة أخيرة، كان وأخواتها زائد ضمير على طول كده ضمير في محل رفع اسم كان، لو هي كان ناقص زي كانوا صادقين، يبقى الواو ديت ضمير في محل رفع اسم كان، وصادقين دي خبر كان منصوب بالياء. برضه كاد وأخواتها، كاد وأخواتها زي كان وأخواتها برضه بترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، يبقى كاد واخواتها زائد ضمير برضو ضمير في محل رفع اسم كاد، زي كادوا ينجحون، هنا الواو هنا ضمير مبني في محل رفع اسم كاد، وطبعا ينجحون خبر كاد في محل نصب. ان واخواتها دي بقى عكس كان وعكس كاد، دي بتعمل ايه؟ ان دي بتنصب الاسم وترفع الخبر، يبقى إذن أي ضمير يتصل بإن أو إحدى أخواتها بيكون ضمير في محل نصب اسم إن، ضمير في محل نصب اسم إن. يعني الكاف هنا لو قال لي اختار الكاف في كلمة إنك دي كده مثلا، هيقول لي دي ضمير في محل جر، في محل جر، ولا ضمير في محل نصب، ولا ضمير في محل رفع. طبعا هنا الكاف متصلة بإن وأخواتها تبقى ضمير في محل نصب، دي الإجابة الصح. برضو حرف جر زائد ضمير يبقى ضمير في محل جر، زي إيه؟ زي عنه، منك، بها، منه. يعني مثلا الضمير، الضمير مثلا لو جالي سؤال كده في الامتحان، الضمير في كلمة عليه، عليه دي، ويقول لي اختار واحد ضمير متصل في محل جر، اتنين ضمير متصل في محل نصب، ثلاثة ضمير منفصل في محل جر. طبعا زي ما احنا شايفين دي هتكون ضمير متصل في محل جر، لان هي متصلة بايه؟ متصلة بحرف الجر. وبكده نكون انتهينا من شرح درس الضمائر وعرفنا أنواعها و
وعرفنا إعرابها وعرفنا كمان طريقة السؤال في الامتحان. ما تنسوش في نهاية الفيديو في شيت للأسئلة وفي شيت للإجابة وفي كمان اختبار تفاعلي على درس الضمائر. هتدخل اختبار، هتحل، هتعرف إجابتك فورا، وإن شاء الله نلتقي على خير.